متمنين للجميع التوفيق ومتمنين أيضا لهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في دولة قطر للتقدم دائما نحو الأمام. ننطلق في شوطنا الثامن وشوط خاص أيضا، الفترة الصباحية كلها أبكار، نتواصل مع هذه الانطلاقات ومع هذه الشعارات المشاركة في هذا الشوط. أتابع السلطنة راشد بن خميس العمري تنطلق في هذه اللحظة على مقدمة الشوط، يليها في ثاني المراكز المنطلقة مياسة خالد بن سالم بن فاهد الهاجري مع ثاني المراكز. أتابع من تسيطر على ثالث المراكز لأجد بنت فراع علي بن جابر بن حسين بن علي الجرحى بالمري على ثالث المراكز. إذن هذه الأسماء في المراكز الثلاثة الأولى. أنتقل لأتابع رابع المراكز ومن تنطلق في رابع المراكز، شعار العامري محمد بن معتوق العامري الضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع شرارة على رابع المراكز، يليها في خامس المراكز نوادر حمد بن محمد العامري، حمد بن محمد بن حلوس العامري. هذه أسماؤنا في المراكز الخمسة الأولى. أهني الفائزين في أشواط الكؤوس، الشوط المفتوح والشوط أيضا الثاني الذي خصص للبكار أيضا، وأهني حمد بن راية على حصوله على الكأس المفتوح، أهني البريدي حمد بن جرال البريدي أيضا حصوله على الكأس الثاني في هذا الصباح في شوط الإنتاج. أتابع مجريات هذا الشوط، أتابع من تسيطر على المقدمة وعلى الصدارة، السلطنة راشد بن خميس العمري على مقدمة الشوط ينطلق في هذه اللحظة مع السلطنة الضيفة من السلطنة عمان ضيفة على ميدان الشحنية. وتابع ثاني المراكز، ثاني المراكز بنت فراع علي بن جابر بن حسين بالجرحب، وثالث المراكز التواجد لجدارة صالح بن حمد الهاملة المري مع ثالث المراكز، يليها في رابع المراكز المتحدة على رابع المراكز محمد بن عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة، وخامسا شعار بن معتوق على خامس المراكز شرارة محمد بن معتوق العامري. هذه اللحظات، هذا الانطلاق وهذا التحدي، هنا التغيير، هنا الأسماء القادمة في هذا التحدي الكبير. الكيلومتر الأخير افتتحت بنت فراع علي بن جابر بن حسين بالجرحب المري، افتتحت الكيلومتر الأخير ولكن الأسماء قادمة في هذا الشوط، الأسماء الخطيرة قادمة. وشاهد المتحدة تغير وتنتقل إلى مقدمة الشوط، محمد بن عبيد بن مطر بالضبيعة ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تنتقل إلى المقدمة، شعار بن رويشد يصل، شعار بن رويشد سليمان بن رويشد غيرت وانتقلت إلى مقدمة الشوط الشرقية، سليمان بن رويشد الجهني ضيف من المملكة العربية السعودية المركز الثاني، شعار الرفادة هنا على ثاني المراكز، الانتقال والتقدم في من وهاجة سعيد بن محسن المري ينتقل إلى مقدمة الشوط مع وهاجة بن رويشد مع الشرقية، وهاجة على المقدمة، وهاجة على مقدمة الشوط، يا سلام يا سلام، وهاجة على المقدمة وعلى الصدارة، وهاجة في هذه اللحظات، سعيد بن محسن المري هنا ضيف أيضا من المملكة العربية السعودية، يهدي السلام يهدي السلام وتهدي السلام، وهاجة لبن رفادة، يا سلام، وهاجة إذا سعيد بن محسن بن رفادة المري يحصل على الناموس. أهني راشد بن عبيد المري على هذا الفوز، أهني جميع الرفادة هنا على الحصول على الناموس مع وهاجة سعيد بن محسن رفادة المري على الفوز. تهانينا لمالك وهاجة على هذا الفوز، أهني مالك هذا الشعار على فوز وهاجة بالمركز الأول. المركز الثاني الشرقية وصلت في ثاني المراكز، سليمان بن رويشد الجهني المركز الثالث، المتحدة محمد بن عبيد بن مطر بالضبيعة المركز الرابع، الشهنية فيصل بن طالب بن شريم المري المركز الخامس، المركز الخامس تحمل الرقم واحد زيارة مبارك بن ناصر بن عبد الله الخليفة. تهانينا والناموس لمالك وهاجة. من حصلت على نقطة هذا الشوط سعيد بن محسن الرفادة المري. تهانينا والناموس.
على هذا الفوز المستحق. وهذه لحظة وصول وهاجة إلى خط النهاية، توقيتها الزمني 4:46، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت وهاجة. تهانينا والناموس. المركز الثاني الشرقية وصلت في ثاني المراكز بشعار سليمان بن رويشد الجهني، توقيتها الزمني 4:49، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. 4:49، 5 أجزاء من الثانية. المتحدة محمد بن عبيد بن مطر بالضبيعة صاحبة المركز الثالث. تهانينا والناموس. إذن هذه نتيجة المراكز الثلاث الأولى في هذا الشوط، الشوط الثامن في هذه